السياق ديال فضل الاعتصام يعني كان تدخل من طرف النيابة العامة بواحد يعني شكل ودي اللي تيوضحوا ان المشكل ديال السادة المحامون انه ماشي مع السلطة القضائية ولا مع النيابة العامة، وانما مع وزارة العدل ومع وزارة المالية من خلال مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023. يعني حفاظا على السير العادي للقضاء واستحضار من يعني العلاقه اللي تتربط الساده المحامون بالنيابه العامه والسلطه القضائيه. تم فض هذا الاعتصام، لكن فض هذا الاعتصام لا يعني التوقف على الاحتجاج. احتجاجات المحامون لا زالت مستمره وستتخذ اشكالا اخرى ان لم وبما في ذلك الاعتصامات والاضراب على الطعام، ان لم تكن هناك نتائج مرضيه في الحوار الذي سيتم يوم الاثنين مع رئيس الحكومه. يعني واش كان من السهل هذا فض الاعتصام بالنسبه ليس من السهل بكل صراحه، لان محاوله فض الاعتصام راه طيله اليوم، راه ماشي غير الساعات. لكن الان وبعد استشاره القواعد والاتفاق بالخروج حول راي موحد، يعني قرر الجميع يفضوا الاعتصام. حتى ما نحن باش ما ينوش الناس اننا عندنا النيه عنف العنف او شيء من هذا القبيل. حنا ناس مسالمين تندافعوا على المواطنين من الدرجه الاولى، ورسالتنا تتبقى رساله واضحه المعالم، لا تحتاج الى عنف او اي شيء من هذا القبيل. استطعنا تمرير الرساله ديالنا. الزملاء والزميلات مشكورين طيله اليوم وما في اعتصام واضراب عن الطعام. هذا ليس بغريب ولا عزيز عليهم. خدنا هذا النوع من الشكل على المستوى الوطني امام البرلمان لمده 3 ايام، وبالتالي هذا امر ماشي جديد. وحنا مستعدين ندخلوا في اعتصام واضراب عن الطعام مفتوح اذا لم تكن هناك نيه صريحه وواضحه لدى الجهات المسؤوله للخروج من هذه الازمه. والمفروض الافق هو تاخذوا الحكومه، لان المفروض الحكومه يكونوا ناس ديال الحوار، يكونوا ناس يمتصون الغضب، ويكونوا ناس فاش نعرفوا ان المسار التشريعي زاغ عن طريقه السليم ما فيها باش نصحوه، ماشي عيب. الان فاش يريحوا مع المسؤولين ويوضحوا لهم خطوره تلك المقتضيات الضريبيه على العداله ككل وخطورتها على المواطن، يجب استحضار هذه المعطيات واخذوها بعين الاعتبار واصلاح المسار التشريعي لقانون الماليه لسنه 2023.